كنت أهرب مرات يعني إلا لأمي، إنه كان دارج الكذب لأنه ما كانش في صراحة بين الأجيال. فإلا أنه رايح أتمشى لحدية الزحلاوة، كان في بيع بوزة اسمه الزحلاوة، نحن بيتنا كان بحي صنوبرة بعين رمانة. أنا أطلع بالبوستة انزل على البلد أبرم باب دريس الحم، يعني امشي المدينة كلها بس عم بتفرج على كل شيء يبهرني. بس بي اللي كان ياخدني على المسرح، بس أنا لما كنت أهرب رح يعني من الثلاثة للستة أحضر سينما. خلقاني أنا بمدينة بضواحي المدينة، عشت فيها لحديت عمر 18 سنة، عطيتني حب المسرح، السوق، الاكتشاف، البلد، عطيتني نفحة التطور يلي كانت بالستينات والسبعين. لا بس علقت الحرب، أمي انصابت بشظية، هربنا وطلعنا على الضيعة على قسايا. اجت الحرب وقصفت لي حلمي، قصفت لي طفولتي المغنجة، وجابتني على الضيعة. عشت فترة هيدا التغيير القصري لبنت عمرها 18 سنة، لأنه عشنا الملجأ من 75 ل 85، بس أمي انصابت إنه خلص نفهم. كان بهالفترة بي يكتب لي حرام سكتشات ومسرحيات نعملها بهالضيع حدنا لحتى يسكت لي هالشغف، بس تتروق شوي الحرب تفتح المعابر. ما فتحت المعابر وضلت بيروت تتخزق وقلبي يتخزق. انه كبيرة صغيرة تضيعونا لأنه ما عاد عنا الوقت ما إله معنى. قاعدة أنت على شاشة لوكس اخترعوها وعا قنديل الكاز لأنه ما كان في شمع، انقطع الشمع بالمدينة، إنه شو ما بحسب عمري هالقد. الحرب كانت وسخة، إنه خسرتك حلمك طفولتك أحلامك، وأنت ما عدت تستطعمي لا بوقت ولا عندك لهفة عشي إلا عأنت. زرعولنا هيدا الخوف الدايم عن أنا وعلي بتحبيهم. طب شو عملوا؟ قداي عندي غضب على لبنان، ما عم بعرف سامحه، ما عم بعرف سامحه إنه جيلي أنا أكله. طيب كل جيل بده يطلع بده ياكلها؟ شو هالوطن مش هو الام؟ شو هالام الكافره؟ لك شو هالام اللي ما عندها جنس الامومه تحضن ولادها؟ ولك اذا ما قصمتنا وفرقتنا هي تخزقت بيروت وبعدها فاتحه ايديها بكل اجرام، بعدها بتفرق بربنا. ولاد العالم تتشقف؟ لا، ما بس بدي هالجواب. أنا عملت أم الشهيد بعد انفجار 4 آب، عن جد كنت عم بحكي مع ابني على الحائط. في عنا انفصام، نحن ناس لو منا مجانين قاعدين بهالبلد متحملينهم.